بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكم في برنامج روشيتا. والنهارده نتكلم على الام العمود الفقري والغضروف، وزي ما تعودنا ان احنا قبل ما بنتكلم عن حاجه بنعرف الصفه التشريحيه وايه هو الغضروف، ونعرف الغضروف وازاي نقدر نتعرف على مكوناته عشان نقدر ان احنا نتجنب الامه وعلاجه، كيفية علاجه ازاي. دايما الغضروف بيوجد بين فقرتين من العمود الفقري اللي هو عبارة عن 31 فقرة. الغضروف دايما بيبقى بين فقرتين اللي هو في النص ده. الغضروف ده بيبقى مستدير وفيه مواد جيلاتينية كده 88% منها مية عشان يحاول يمتص الصدمات مع الحركة. بيبقى من ورا فيه القناة العصبية دي اللي بيبقى ماشي فيها الحبل الشوكي، وبعد في المنطقة القطنية كده من عند الفقرة الأولى المنطقة القطنية بيبقى الأعصاب بتتفرع منه، الفقرة الأولى من المنطقة القطنية. دايما بيبقى فيه مفصل ورا كده، المفصل ده بيشيل 20% من وزن الجسم بحيث ان هو يخف الضغط لما الناس بتكون تحاول تفرد ظهرها لورا، وده بيكون بيبان قوي مع الناس اللي بتلبس حزام وبترجع ظهرها لورا. طيب ايه هي اللي بتسبب الالام عندنا؟ القناة العصبية دي بيبقى قطرها اوسع في منطقة الرقبة اكتر من المنطقة القطنية عشان بيبقى فيها الحبل الشوكي، فبتبقى حوالي من 17-22 ملي ده وسعها، عشان الحبل الشوكي بيبقى طبعا قطره كبير شوية، فمحتاجين قناة عصبية يعني وسعها قطرها أوسع شوية. في المنطقة القطنية بيبقى حوالي 14 ملي. لو حصل ضيق في دي زي ما هنتكلم دلوقتي بيعمل لنا مشاكل وآلام، هنتكلم عليها دلوقتي بالتفصيل. طيب في الرقبة إيه هي آلام العمود الفقري في منطقة الرقبة، وإيه هي اللي بتسببها، وإيه الأعراض بتاعتها، وإيه هي النصايح اللي هنقول اللي المفروض نتبعها عشان نتجنب الألم ده، وإيه هو العلاج بتاعها. أول حاجة، أول سبب من آلام العمود الفقري في منطقة الرقبة شيل الوزن يا جماعة في الإيد، يعني إن إحنا نشيل وزن أي وزن خاصة لو الوزن ده تقيل في الإيد، فده بيضغط لنا على العمود الفقري، العضلات بتشد العمود الفقري فبيحصل ضغط عليه فبيسبب لي ألم. تاني حاجة، في القعدة لمدة طويلة قدام على سواء كمبيوتر أو سواء إن كان الإنسان بيقعد بيكتب بيقرأ بيعمل أي حاجة، بحيث إن يكون أي وضع تاني في رقبته لقدام، والوضع ده غير مستحب يا جماعة. يبقى أي وضع بيبقى فيه الرقبة لقدام كده ولمدة طويلة، في جلوس لمدة طويلة، بيسبب لي ألم شديد فيها، ودي من ضمن أسبابه. الأسباب التانية، لو حاجة صدمة حصلت في نتيجة خبطة، حادث عربية لا قدر الله ممكن تسبب المشكلة دي. التهاب العضلات نتيجة البرد ممكن تعمل لي ألام برضو، بس ده هيبقى في العضلات مش في العمود الفقري. في سبب خامس يا جماعة، وده مع السن بيحصل تآكل للغضاريف بتاعة العمود الفقري أو حتى في الركبة، فبيبتدي ينشف العمود الفقري ويحصل تآكل فيه ويسبب لي ألم فيه. طب إيه هي الأعراض اللي ممكن تحصل لي في نتيجة ألام العمود الفقري، نتيجة بقى غضروف، نتيجة خشونة، نتيجة تآكل الغضروف، نتيجة التهاب العضلة؟ أول حاجة، بنحس بألم في منطقة الرقبة من ورا شديد جدا، وممكن ينزل لو ضغط على الأعصاب، لأن هنا بيبقى فيه أعصاب ماشية جنب الغضروف، لو حصل الغضروف بروز فيه الأعصاب بتبقى ماشية جنبه كده، فبيحصل ضغط على الأعصاب يسمع لي ألم في الكتف وبالإيد. لو حصل يعني البروز الغضروف في الناحية اليمين هيسمع لي ألم في الناحية اليمين، ولو حصل
البروز او الانزلاق بضروب في الناحيه الشمال سمع لي الم في الناحيه الشمال. دي يا جماعه هيبقى اول عرض هنحس بيه الام في الاول، صداع خاصه في يعني اسفل الراس كده نتيجه تقلص العضلات اللي حصل في عضلات الرقبه. يبقى الام وبعدين صداع وبعدين يحصل لي الالم يمتد من الرقبه ينزل على الكتف وبعدين للايد ويوصل للاصابع كمان. في حاجه تانية ممكن تحصل، يحصل تنميل في الايدين، والتنميل يزداد تدريجيا يبقى متقطع وبعد كده يبقى التنميل ده مستمر. في حاجة ممكن تحصل لنا برضو نتيجة لو حصل ضغط على الأوعية الدموية، الشرايين والأوردة اللي ماشية جنب الغضروف، فبيحس الإنسان بأن هو حصل له في زغللة في العين أو يحصل زي دوخة خفيفة كده نتيجة الضغط على الأوعية الدموية. دي أكتر الأعراض اللي هيتحس بيها في منطقة الرقبة. طيب منطقة القطنية احنا قلنا دي هتبقى حوالي 14 ملي فيها اعصاب بس ما فيهاش الحبل الشوكي. وعايز اقول لكم يا جماعة ان فوق الحبل الشوكي لو حصل ضغط عليه من الغضروف او نتيجة حادث ممكن لا قدر الله يحصل لي شلل، وممكن يحصل تسبب عند الفقرة الخامسة شلل رباعي. يعني لو حصل الضغط على الحبل الشوكي عند الفقرة في مستوى الفقرة الخامسة تعمل شلل رباعي، الأطراف الإيدين والرجلين يحصل لها شلل كامل. لو حصل ضغط بس هيحصل ضعف في العضلات، لو كان ضغط خفيف يحصل ضغط ضعف في العضلات. المنطقة القطنية بقى يا جماعة في الظهر اللي هي منطقة أسفل الظهر دي، لو حصل فيها مشكلة في الغضروف، تآكل في الغضروف نتيجة السن، شيل وزن تقيل مع ضعف في العضلات نتيجة انحناء الظهر. لما نيجي نشيل يا جماعة بعض الناس كتير بتشيل بطريقة خاطئة فبيوطي لقدام وبيروح شايل أي وزن من على الأرض، ده خطأ جدا. إنما الوضع الصحيح إن أنا أكون واقف ويبقى الوزن اللي أنا عايز أشيله بين رجليا الاتنين وأقعد وأنا ظهري مفرود، أنزل وأنا ظهري مفرود وأرفع الحاجة اللي أنا عايز أرفعها بدون ما يحصل انحناء للظهر لقدام. دي من حاجات. تاني سبب بيبقى ان احنا شيل وزن تقيل، برضو التعرض للبرد الشديد طبعا بيعمل لي المشكلة دي، تآكل الغضروف نتيجة كبر السن. وفي سبب تاني مهم يا جماعة هو السمنة، زيادة الوزن. زيادة الوزن يا جماعة سبب مهم جدا لآلام وتآكل الغضاريف سواء في العمود الفقري في المنطقة القطنية أو سواء في الركبة. لما يكون في وزن زايد بيأثر على غضروف الركبة ويحصل تآكل، وهنقوله دلوقتي كمان هو من ضمن المشاكل اللي بتقابلنا. عايز أقول لكم يا جماعة إن ده لما بيحصل بقى أي بروز وأي تآكل في الغضروف في منطقة الظهر، لو حصل الانزلاق خلفي هيحصل لنا ضغط على الأربطة بتاعة الظهر فيحصل لي ألم في الظهر في أسفل الظهر بس، لو حصل إن الغضروف ده حصلت فيه مشاكل وحصل فيه بروز خلفي. طب لو حصل بروز جانبي بس جنب كده وحصل فيه انزلاق الغضروف لبره الناحية اليمين، يسبب لي ألم من يبدأ من منطقة الفخذ من غير الظهر، الظهر ما يبقاش فيه حاجة، لحد القدم. لو في الناحية اليمين الانزلاق في الناحية اليمين هيسبب لي ألم في الرجل اليمين، لو في الشمال يعمل لي ألم في الرجل الشمال. طب لو في انزلاق غضروفي وحصل بروز في الغضروف من الخلف ومن الجنب هيبقى في آلام أسفل الظهر مع نازل ألم يمتد للرجل من الخلف كلها من الفخذ لحد القدم، وده اللي بيسموه عرق النسا يا جماعة مش عرق النسا. بالإضافة إنه يحصل لي تقلص في عضلات الظهر فيحس إن ظهره قافش كده بقى جزء واحد. نمرة ثلاثة بيحصل لي تنميل ينزل من منطقة الفخذ لحد ممكن يمتد لحد الركبة وممكن ينزل لحد القدم تحت. ده اللي هي المنطقة اللي هو مضغوط عليها فيها اللي يبقى قلنا
او ان كان برضو من ضمن الاسباب التانية قلنا غير السمنة بقى، ان عايز اقول لكم ان كل كيلو يا جماعة وزن زيادة في الجسم بيضغط 4 كيلو مجهود كده على الغضروف، يعني كل كيلو وزن زيادة يبقى 4 كيلو افورت يضغطهم على الغضروف. فعشان كده السمنة من اسباب المهمة جدا في الام العمود الفقري والغضروف. خلاص يا جماعة، يبقى الأعراض دي كلها تبقى ألم، تقلصات في العضلات، تنميل والألم يمتد لتحت، حتى لو الشخص جه يكح أو كده يسمع الألم في ظهره معايا، ومع أي حركة يسمع الألم ده. طب لو جينا في الركبة والغضروف حصل له مشكلة، هنقول لو حصل التهاب أو حصل فيه حتى ضغط عليه نتيجة وزن زيادة أو نتيجة حتى إصابة بيه أو مهما كان السبب، الغضروف هيعمل لي برضو ألم شديد في الركبة، هيبقى دايما من الناحية من ناحية الركبة من الداخل، ومن الخلف من ورا الركبة، ومن الركبة من الداخل نحس بألم شديد فيها. طبعا ممكن يحصل لنا ورم نتيجة تجمع يعني سائل الركبة أو تجمع دموي لو في إصابة، حصل إصابة في الغضروف يحصل لنا ألام شديدة برضو مع زيادة الوزن، فبيحصل احتكاك في الركبة فيعمل لي ألم مع ورم في الركبة، ودي يا جماعة بتبقى ألامها شديدة جدا 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 زي ما هنتكلم دلوقتي في التفاصيل فيها. طيب احنا قلنا كده الأعراض وايه اللي بتحصل لي في الألام العمود الفقري والغضاريف وأسبابها والأعراض بتاعتها، طب ازاي احنا يا جماعة هنبدأ نتعامل معاها؟ بالنسبة للعمود الفقري بالأعراض دي طبعا ممكن بنار. ألو، السلام عليكم، معانا اتصال. لوجو، أنا مدام هويدة. أهلا مدام هويدة، اتفضلي. 15 مايو. أهلا وسهلا، اتفضلي. أنا حامل في النص السابع بس جالي ألم من امبارح. لسه في ظهري من ورا برجلي اليمين. ألم شديد قوي، وعمالة أدهن المراهم اللي هي بتاعت العضلات دي. نعم. والرش اللي هو المسكن ده. بس ما مش عامل أي نتيجة، ومش عارفة أتحرك ولا أرش ولا أجي، مش عارفة، تعبانة قوي. طبعا حاضر. في تنميل معاه؟ إيه؟ تنميل؟ لا، هو كل شوية ظهري متشنج، مش عارفة أتحرك ولا عارفة أتكلم. طيب حاضر، هقول لك هتعملي إيه. حاضر. أنا قلقانة بصراحة، مش عارفة أتحرك خالص. لا طبعا عشان الحمل، حاضر هقول لك هتعملي ايه ان شاء الله وهتاخدي ان شاء الله. مدام هويدا، طبعا مع الحمل ومع الشهر السابع فهيبقى فيه طبعا بيبقى فيه زياده في الوزن، فحصل ضغط على الغضروف، وطبعا نظرا لظروف الحمل هقول لحضرتك هتعملي ايه. اولا لازم تنامي، تبقي نايمه على ظهرك، وتانيه ركبتك والفخذ، حتى لو مش قادره تنامي على ظهرك خالص يبقى يعني في مخدتين تحت راسك، عشان لو في الشهر السابع ما تبقيش ايه قادره تنامي على ظهرك خالص. هتنامي على ظهرك على مخده او اتنين لو انت مش هتقدري النفس هيأثر على النفس، وتبقي تانيه رجليكي ركبتك والفخذ بتاعك نايمه تماما. هنعمل كمادات ميه دافيه على منطقه الظهر لمده 3 مرات في اليوم، كل مره هتبقى حوالي تلت ساعة لحد نص ساعة، يعني من 20 لـ30 دقيقة الكمادات دي. حضرتك برضو لو قدرت تاخدي دش دافي وتنزل الدش الدافي حوالي 7 دقايق على منطقة الظهر هيساعدنا. إن ما كانش مش هتقدري تعملي الدش الدافي ده، فهنعمل الكمادات 3 مرات في اليوم مع الراحة التامة، إن احنا هننام ما نوطيش لقدام كتير ولا تشيلي أي وزن، ما تشيليش أي وزن. هتدهني الدهانات الآمنة إن شاء الله، ممكن تتصلي بيا بعد الحلقة أقول لك ممكن تدهني إيه، وهناخد فيتامين بي مركب، الفيتامين بي اللي هي 1 و6 و12، أي مركب ممكن حقن تبقى يوم بعد يوم، أو لو حبوب هتبقى الصبح وبالليل. وممكن النوم على الظهر نبدل، لو تعبتي وقلقتي من النوم على الظهر هننام على الجنب السليم، نتقلب على الجنب السليم شوية وعلى الظهر شويه، ما نقعدش القعده زي الوضع اللي انا قاعد فيه ده، ممنوع تماما، لان ده ضاغط دلوقتي الغضروف ضاغط على العصب، فلازم ننام عشان
نرجع الغضروف مكانه تاني ويشيل الضغط اللي هو العضلات الى العصب الى العصب. خلاص يا جماعه يا مدام هويده، يبقى ننام على الظهر او على الجنب، ونعمل وناخد البي المركب ونعمل كمادات الدافيه، وندهن مرتين في اليوم من الدهانات مضاده للالتهابات ومع الحاجات مسكنه مش هتاثر على الحمل ان شاء الله، ونمنع الجلوس خالص او ان احنا نشيل اي وزن او نوطي لقدام، وما تلبسيش اي كعب عالي برضو، ده هي ممكن يسبب لنا زياده في الالم، او ما تتعرضيش لبرد مباشر، مروحه او تكييف برضو من الحاجات اللي كده. يبقى الكمادات مع الدهان مع الفيتامين بي المركب مع الراحه ان شاء الله هتتحسني ان شاء الله. نطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل ان شاء الله. سنعود. أكثر من 170 مليون شخص في العالم يعانون من الإصابة بفيروس سي. 18 مليون مصري مصاب بفيروس سي. 465 ألف مصري يصابون سنويا بهذا المرض. أكثر من 350 ألف يموتون سنويا من الإصابة بأمراض الكبد. سنعرف ما هو فيروس سي وما هي أسبابه، طرق الوقاية من التهابات الكبد، وما الجديد في علاج فيروس سي، في برنامج بيت الصحة مع الدكتور حسين الشورى. بيت الصحة يأتيكم السبت 6 مساء والأربعاء 10:15 مساء. تزايد مستمر لحالات تأخر الحمل، نبحث عن الحقيقة مع الدكتور فهمي أحمد رمضان. رحلة يبدأها معكم، يقدم النصيحة ويحدد الأسباب. متى نلجأ إلى الحقن المجهري؟ وما هي نسب النجاح؟ ما هو الجديد في علاج أمراض النساء والتوليد؟ المناظير بين التشخيص والعلاج. معكم الدكتور فهمي أحمد رمضان، استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري، استشاري جراحة المناظير، في برنامج حلم الإنجاب. حلم الإنجاب يأتيكم الأربعاء في 11:30 مساء. المحافظة على سلامة أطفالنا وعظمهم تبقى سليمة وقوية مسؤولية كبيرة. تعالوا نعرف علاج تقوس الساقين عند الأطفال. لو ابنك عنده قصر في القامة وطوله مش طبيعي تعمل إيه؟ إزاي نحمي أطفالنا من هشاشة العظام؟ وإيه علاج القدم المخلبية؟ وما هو ضمور مراكز الحركة بالمخ؟ ولو ملاحظ حاجة مش طبيعية في مشية ابنك هتعرف إجابة كل ده في برنامج عظام أطفالنا مع الأستاذ الدكتور محمد مصطفى حسني، استشاري جراحات عظام الأطفال. عظام أطفالنا يأتيكم السبت والاثنين والأربعاء 7:50 مساء. عدنا. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل، وكنا بنتكلم عن أعراض آلام العمود الفقري والغضاريف، وهنكمل الأعراض اللي كان بتحصل. وقلنا إن في آلام أسفل الظهر مع تنميل وبيمتد الألم
من الظهر لحد الفخذ مع التنميل فيه، والظهر طبعا يحصل تقلص في العضلات مع آلام في العضلات فيه. طيب العلاج ايه بقى بتاع كل حالة على حدة؟ بالنسبة لآلام العمود الفقري في منطقة الرقبة، نمرة واحدة يا جماعة ان انا ابطل ان انا اقعد لمدة طويلة في الوضع الانحناء الرقبة لقدام، دي نمرة واحد. يعني حتى لو قاعد ومضطر طبعا هقعد، مش هنقولش ان احنا نمنع الناس، ولكن كل نص ساعة او كل ساعة اقوم اعمل تمرينات للرقبة تريح العضلات رقبتي شوية، لان لما بقعد في مدة طويلة بيحصل لي تقلصات، التقلصات دي هينشأ عليها ألم وبعد كده صداع، ونخش في صداع. يبقى انا هقوم كل ساعة اعمل تمرينات كده يمين وشمال والقدام والورا مع مقاومة، وده لمدة 10 مرات في كل اتجاه، وممكن الف رقبتي يمين والف رقبتي شمال واحركها كده لمدة 5 دقايق وارجع استكمل اللي انا بعمله. نمرة 2، امنع طبعا شيل اي وزن في الايد. طبعا في سبب كما قلته كمان بعض الناس بتستخدمه، اللي هو الناس اللي بتشيل على راسها، ده طبعا ممنوع منعا باتا يعني. فطبعا هتجنب الشيل على الراس، هتجنب شيل اي اوزان في الايد، حتى اللي بتشيل الطفل وكده وعندها الام في الرقبه دي تحاول ان شاء الله ان هي تشيله على بطنها او على ظهرها، زي ما بنشوف بعض الناس بيستخدموا الوضع ده. ده الوضع ده بيبقى صحي افضل حاجه ليها. فيبقى دي النصايح الاول حاجه المفروض اعملها. معوش اي وضع بشتغل فيه لمده طويله كده، لا هتجنب الوضع ده ان شاء الله. التعرض للبرد المباشر لمروحه التكييف ده برضو هحاول اتجنب ده. وهبتدي ان شاء الله اروح اعمل دش دافي مرتين في اليوم، انزل الدش الدافي على رقبتي بكتافي لمده 7 دقائق، من 7 دقائق ل 10 دقائق. ده هيريحنا جدا جدا يا جماعه، بيريح الالام كلها. الدش وغير يعني مش كمادات، الدش بيفضل عليها عشان الرذاذ بتاع الدش ده بيعمل يعني تسكين كده وتنبيه للنهايات العصبيه، فبتسكن الالم بدرجه اعلى من الكمادات. دي النصايح اللي بعملها. وبعدين هبتدي اخد بقى بعض الادويه المضاده للالتهابات والمسكنات والحاجات اللي هترقي العضلات المتقلصه. وطبعا لو في اي تاثر بالاوعيه الدمويه باخد حاجات تنشط الدوره الدمويه للي طالعه للمخ. دي بالنسبه طبعا في حالات شديده جدا الام بتبقى الغضروف نتيجه نزلاء غضروفي وضاغط جدا على الغضروف والالم مستمر، فبضطر في الوقت ده نلبس رقبه. والرقبه يا جماعه نلبسها لمده طويله، يعني ما عدا اوقات النوم بس، فيما عدا ذلك لا. معانا اتصال. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا. لو سمحت يا دكتور، انا عندي ركبتي كنت رحت كشفت عليها كانت تعبتني يعني. فالدكتور قال لي اعمل لي اشعه وكده، طلعت عندي ايه قطع في غضروفين في الركبه وقطع في رباط الصليب. فقال لي لازم اعملها جراحيه وكده. فمش عارفه اعمل. بعدين دلوقتي ايه بمسك ظهري قوي. اما اجي امشي ظهري بيوجعني او ما بقدرش. في ورم في الركبه يا مدام؟ على فكره التعب ده عندي بقاله كتير يعني. من بس زاد بقى لما جيت تعبت وقال لي ده عندي قطع في رباط الصليب و والغضاريف. طيب هرد على انت عايزه بقى تشوفي تعملي العمليه ولا لا؟ والله انا خايفه اعمل العمليه الصراحه. فبينزل بقى يا دكتور ايه، بيجي لي دلوقتي حرقان في رجلي من تحت قوي قوي بالليل بالذات ما اكون نايم. نعم ما بقاش طايقه يعني ان انا انام بالحرقان اللي في رجلي. الالم من الحرقان ده. ده طبيعي. طبعا ودراعي اليمين يا دكتور عندي برضو بيجي لي فيه تقلصات من عندي كتفي. بينزل لغايه كوعي، وبعد كوعي كده عند لغايه يعني اطراف صوابعي. زي ما اكون فيها تنميل بكهرباء جامده قوي بلسع كده. نعم. الرقبه في الم في الرقبه فوق بتحس او صداع؟ مش قوي يعني لدرجه ذراعي يعني. نعم انما الذراع اكتر. ذراعي فظيع بقى يعني. دكتور تقلص بيجي لي من عند كتفي كده. لغايه اطرافي دي بقى ما بقاش طايقاه. ذراع واحد بس؟ ذراع اليمين. اليمين. في تنميل؟ بيجي لي ساعات. ما هي اللسعه اللي بقول لحضرتك عليها دي الكهرباء. هي دي بتيجي التنميل بقى فظيع زي ما اكون كهرباء كده ماسكه ايدي. متقطع بس مش متواصل يعني. يعني كان بيجي لي في اليوم 3 مرات بتاع. تمام. يعني قل شويه عن الاول بس يعني بيرجع يجي لي بعد شهور تاني. بيرجع تاني يعني.
طيب هقول لحضرتك هتعمل بس اهم حاجه يا دكتور لو سمحت الربع. معلش الحرقاني اللي في رجلي عشان ما بنامش من الصوت. هقول لحضرتك. حاضر انا ان شاء الله. مدام سهر طبعا قطع الغضروف مع الرباط الصليبي ده، لو استمرينا وما عملناش العمليه هيجي لنا خشونه والتهاب في المفصل مبكر جدا على طول، هيبقى فيه لازم هيسبب لنا التهاب في المفصل، لان دي اللي محمله الرباط الصليبي يحمل الركبه، فطبعا بيبقى فيه التهاب خشونه في الركبه او التهاب في المفصل مبكر. طيب اذا العمليه طبعا نفضل ان احنا نعمل العمليه عشان ده الحل الجذري يعني. طب ايه البديل بقى لو حضرتك ما عملتيش العمليه؟ اولا ممنوع منعا باتا ان احنا نتني الركبه، وحضرتك لما تصلي تصلي وحضرتك قاعده، ما نقعدش مربعين، اي وضع فيه تاني ركبه ممنوع، وحضرتك قاعده تبقي فارده ركبتك ممكن بالكتير نتنيها لمده يعني لدرجه 10 درجات كده، بنحط مخده تحتها او ملايه او حاجه صغيره، مخده صغيره وتبقى متنيه بس لمده يعني 10 درجات بس، ده اقصى تانيه ممكن نعملها. دي النصايح اللي هتريح حضرتك. هنعمل لها حاجتين، كمادات دافيه، وممكن حضرتك تجيبي شمع برافين مع زيت برافين 1:4، يعني لو جبنا مثلا ربع كيلو شمع نجيب كيلو زيت ونغليهم وبعدين نحط شاش فيها ونلف الركبه، نعمل يعني حمام الشمع ده للركبه مرتين في اليوم، ده هيريحك كتير جدا، يعني الصبح وبالليل نلف الشمع ده على الركبه لمدة، يعني هو طبعا هتحطيه الاول وبعدين هيبرد تشيلي وتكرريها تاني، بحيث ان هو يبقى حوالي ربع ساعة الصبح وربع ساعة بالليل. وطبعا ممكن نقعد نعمل كمادات دافية برضو على الركبة. وفي تمرين هنحاول بالعضلة الرباعية اللي قدام دي نشد الركبة، نشد الصابونة، يعني تشد العضلة فتشد الصابونة لفوق وتحت وحضرتك ما وهي مفرودة كده عشان تقص يعني تضيع علينا الورق. ومعانا اتصال استاذ احمد. الو السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ريت توطي التلفزيون شويه يا استاذ احمد. وطي التلفزيون شويه. لي فتره طبعا نايم على ظهري يعني في البيت كده او على جنبك، كان بسبب المعده او القولون يعني. فالمهم وقاعد في البيت بقى لي فتره، دخلت في سنه دلوقتي، فانا دلوقتي عندي الام في رقبتي، عامله لي الام شديده في دماغي وكان حاجه معصبه دماغي كده من رقبتي، ولو رجعت رقبتي لورا. بس انا كنت عامل اشعه في شهر 11 على الرقبه، طلع في غضروف بسيط مش ظاهر على اي حاجه يعني من حوالي 6 شهور او بتاع. تمام. بس دلوقتي الالام زادت جدا في الرقبه، ولما اجي احط ميه نقح في دماغي مع رقبتي رهيب، ولما اجي احط ميه على جسمي كله يعني انا تعرضت لموجات برد، اعرق بالليل واطلع واعمل، فجسمي احس ان عضلاتي كلها بتقلبني ومش قادر امشي. يعني بس هو كده بقى في صداع، بالصداع دي بتحس بصداع؟ صداع صداع ودوخه؟ صداع بالام ودوخه. في دوخه لما اجي امشي ساعات اعمل لي دوخه بتاع. وزغلاله في العين، عينيا زغلاله في العين. حاضر. تبربش كده فمش عارف انا بقى اعمل ايه يعني. حاضر. وتقلص عضلات رهيب لما اجي انام بالليل كده، تقلص بكتافي برقبتي من ورا، بكتافي بالمنطقه الدماغ دي، بس اهم حاجه دماغي عشان اعرف بس افوق. حاضر كدا. حاضر حاضر يا استاذ احمد، عينيا حاضر. مدام صح زي ما قلت لك لازم العمليه، لو انت مش هتعملي العمليه بقى هنعمل الحاجات دي، الشمح لمده ربع ساعه، نعمل عليها علاج طبيعي، مهم قوي العلاج الطبيعي ليها، وعشان نقوي العضلات بحيث ان هي تعوض لنا القطع بتاع الرباط الصليبي، وهنعمل عليها كمادات، وهندهن بعض الدهانات اللي هي مضاده للالتهابات. وحضرتك وانت ماشيه لازم تلبسي ركبه يا تربطيها برباط ضاغط، لازم ركبه عشان تثبت لنا الركبه نفسها، وده هيحسن لنا ان شاء الله الالم والحرقان اللي موجود. بالنسبه للالم اللي حضرتك اللي في كتفك فوق الاتصال، هنعمل طبعا هناخد حاجه مضاده للتقلصات، اي ادويه مضاده للتقلصات لو حضرتك اتصلتي بعد الحاله نقولها لك، وتعملي دش دافي عليه لمده 10 دقائق يوميا، وفيتامين بي مركب، حبوب الصبح وبالليل او حقن عضل يوم بعد يوم، خلاص البي مركب. بالنسبه لاستاذ احمد طبعا ده اللي عندك دي اعراض خشونه في الفقرات او غضروف
الغضروف مش ضاغط على عصب بس ضاغط على الأربطة، فلما يضغط على الأربطة زي ما كنا بنقول اللي هو ضاغط خلفي على الأربطة هيعمل لي تقلصات في العضلات وده يسبب لي ألم ويعمل لي صداع. يبقى نمرة واحد في الحالة اللي عندك دي هتعمل لي دش دافي ينزل على رقبتك بكتافك لمدة 10 دقايق الصبح وبالليل. هتاخد كبسولات مضادة للتقلصات اللي فيها دي الصبح وبالليل برضو، وناخد فيتامين بي مركب الصبح وبالليل برضو حبوب، وهنعمل تلبس رقبة طول ما انت قاعد او خارج بتبقى هنلبس رقبة، ما تيجي تنام طبعا هتشيل الرقبة دي. ونمرة اتنين ما ننامش على مخدة عالية، لو المخدة اللي بتنام عليها عالية لا تشيل المخدة دي وتستبدلها بمخدة تكون قليلة شوية. بعد كده هنعمل تمرينات للجنب كده لليمين نضغط ونضغط بايدينا العكس، وللشمال برضو نضغط ولقدام والورا. التمرينات دي هنعمل 10 مرات كده وعشر مرات شمال وعشر مرات لقدام وعشر مرات لورا ونقاوم بيها، دي هتحسن لي جدا الدورة الدموية وهترخي العضلات شوية. بالإضافة ان احنا لازم ناخد حاجة لتنشيط الدورة الدموية اللي طالعة للمخ نتيجة الدوخة اللي عندك نتيجة الضغط على الأوعية الدموية. خلاص يبقى احنا هنلبس رقبة، نعمل الدش الصبح وبالليل، ما نشيلش اي وزن في ايدينا، ما نوطيش كتير لقدام، ما نتعرضش للبرد، ننام على مخدة مش ما تكونش عالية، وان شاء الله هتتحسن بيها كويس جدا ان شاء الله. نكمل يا جماعة، هي دي زي ما كنا بنقول دلوقتي. يبقى دي ما نشيلش اي وزن، ما نشيلش على الراس، ما نتعرضش لاي مجهود يعني شديد او اي صدمة تأثر لنا على الرقبة من ورا. بالنسبة بقى للظهر وآلام العمود الفقري في الظهر، الراحة زي ما قلنا هننام على ظهرنا ونتني الفخذ والركبة بنسبة 90 درجة، تبقى تانيين رجلينا، ونعمل برضو كمادات مية دافية فيها، وده الراحة التامة. وننام لو في ألم في الرجل اليمين ننام على الرجل الشمال، ونتجنب نشيل أي وزن واحنا موطنين لقدام، ونتجنب الكعب العالي عند السيدات والتعرض للبرد. وإن شاء الله بإذن الله نشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hey.